السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، يعني والتحضيرات تاعو وال يعني لوبجيكتيف يعني تاع الاتحادية، واش راه يتقدم يعني في كل الظروف، يعني اللي غادي تخلي اللعابه مرتاحين، يعني مرتاحين اللعابه، الطاقم الفني تربص يعني في اعلى مستوى. وان شاهدنا حتى قويري وين قال بان هدفنا الذهاب بعيد والى ابعد محطه ممكنه في نهائيات كاس كان الكوت ديفوار، وهذه حاجه مليحه. حنا كي نشوفوا بلي رانا اللعابه اللي عندنا، تشوف انت اللعابه اللي عندك واحد كيما ماندريا، عندك عطال، عندك ماندي بن سبعيني، طوبا، رايان ايت النوري، العروسي، توغاي، قيطون، مهدي لاريس، بالعيد، يعني هذه غير الدفاع، هذه غير 23 لعاب اللي غادي نهضر عليها، يعني 27 لعاب كيما نقولوا حنايا اللي غادي عيط لهم، يعني قائمه غادي نتكلموا 90% هذا القائمه. هذا مكان شو ماندريا نتايا، صح ماندريا، زغبا، بنبوط، هذو كاع لاعبي، هذو كاع حراس، يعني وين الدفاع عطال، ماندي من السبعيني، طوبا، رايان ايت نوري، العروسي، توغاي، قيطون، مهدي لاريس، بالعيد، هذو انت تشوف هذو اللعابه. خلينا من هذوك بصح نتكلموا ماندي عطال بن سبعيني ايت نوري، يعني هادو ما عندك حتى والحارس دفاع يعني في المستوى تزيد وسط الميدان يعني دفاعي وهجومي، بن طالب، فارس شايبي، بن ناصر، عوار، زروقي، بوداوي، فيغولي، قادري، يعني نقولوا هادو ولا ذاك عبد اللي يعني لو كان نجيبوه فالك مليح. تشوف محرز في الهجوم عمورة، قويري، سليماني، بونجاح، بليلي، بوعناني، يعني لعابة هادو انت على بالك بلي تحشم كون تقول بلي نلعب كاردو فينال، تحشم نحشمو. انا كمناصر المنتخب الوطني الجزائري، نتكلمو على المنتخب الوطني الجزائري، يعني ما هادو اللعابة اللي راهم عندنا، وتشوف انت يا لافريك شتا راه عندها، رانا نقولوا بلي رانا بروميسي محمد، يعني لا نرضى غير بالنهائي، لا نرضى ما نرضى الا بالنهائي، نهائي فماك وتلعب وتشوف. هذه هي ما الدور الاول، انا نقول لكم ونعاود لكم، راني نقول لكم ونعاود لكم، الدور الاول منتخبات اللي طحنا معاهم مكاش كاع، مكاش كاين اللي يقول لك او صراتنا في 2022، لا 2022 لا حنا عندنا منتخب، عندنا لاعبين، عندنا يعني باش عندنا كيما يقولك المكونات باش نروحوا للفينال، ماشي دومي فينال ولا كاردو فينال، للفينال. هذه هي هاكا مدرب راه في 5 سنوات، يعني اللمسه تاعو تكون يمد اللمسه تاعو، ولا يمد اللمسه تاعو مدرب دروك، هذا المدرب دروك يمد اللمسه تاعو نورمال عادي، يعني بدون ضغوطات، مكاش لي ضغط عليه، كاع الناس راهي معاه، مكاش لا ضغط عليه، شوف كيفاش يعني يخدم مرتاح. الاتحاديه وفرت كلش، اوتيل وحدنا كاين، راهم توانسه غادي يدخلوا في اوتيل، يدخلوا يعني في هذاك اللي دارتها هذاك المجمع الرياضي هذاك، غادي يدخلوا نورمال. مصاروه، غانا، نيجيريا، هذو كاع غادي يدخلوا في ذاك المجمع نورمال عادي، عادي ما كان والو. حنا اوتيل وحدنا، تربص من اعلى مستوى. على ذيك انا واحد من الناس، انا كمناصر منتخب وطني نطالب بكاس افريقيا، علاش لا؟ كان يقول لك راك ديروا ماشي دير ضغوطات، كيف انت مناصر باغي تدخل تخسر ولا انت اش تبغي؟ انت مناصر، انت راك تتفرج في ليكيب ناسيونال، كي راك باغيها تتفرج باش يخسروا،
كيفاش كي راك باغيها انت غادي غادي على 8 تاع الليل تدخل تتفرج، تدخل تتفرج في داركم ولا تدخل تتفرج؟ هذه ما بقاتش كيما يقول لك. انا تبان لي لو كان المنتخب الوطني الجزائري يعني دوموندو اللعابه ودوموندو الحليب تاع مرت السبع، والي تصادي يجيب لهم الحليب تاع مرت السبع. يعني ما كاش شوف ما نقولوا باللي والي تصادي ما راه مخلي حتى حاجه تفوت عليه، ما راه مخلي حتى حاجه تفوت عليه، يعني كلش منظم، التربص لوبتيل يعني كلش منظم. على هذيك اللعابه عندنا يعني اللعابه كاع ملاح سبحان الله، اللعابه كاع ملاح. مدربه في 5 سنين يعني يعرف لافريك. يعني على هذيك نقولوا حنايا انا واحد من الناس، هذه ماشي ضغوطات، حنا نضربك مدرب، انا نضربك مناصر. مناصر كي مناصر شنو هو المناصر؟ مناصر تجيبه لي فيكتوار، الفيكتوار هي اللي تجيبه، فيكتوار هي اللي تجيبها على بالك. هذه هي فيكتوار، هي اللي تجيب المناصر متالي كاع، متالي فيكتوار هي اللي تجيب المناصر. دروك انا واحد من الناس راه عندنا الفيكتوار المناصر، شتي هي المناصر؟ المناصر كي يشوف عنده منتخب، يشوف عندك انت يا مثال هنا عندك محرز عمورة قويري، عندك يعني عندك واحد كيما فارس الشايبي، بن ناصر عوار، بن طالب في غولي، شتيه يعني شادو موندي. عندك واحد كيما ماندريا حارس مرمى، هذي شادو موندي لك، هذي دوموندي لك دوموندي لاكوب. جيل كيما هذا صحة، صرالي صرا غلطات فنية في الماتش دو باراج، صرا لي صرا بصح هذا الخطا، لازم ما نديروش الغلطه، الغلطه هذيك ما نعاودوش نولوا لها بالتالي كاع، الغلطه هذيك ما نعاودوش نولوا لها سبحان الله. هذه من التالي خويا، انا واحد من الناس نشوف بلي المنتخب الوطني يعني لم مكاش كاع مكاش غادي نوصلو فينال، فما فينال اللي يصرا يصرا كاين 11 مقابل 11 هذه هي. وين تحدث الدولي الجزائري امين قويري عن اهداف الخض خلال مشاركتهم في كاس امم افريقيا المقبله في الكوتيفوار، وقال قويري في احد الظهور اعلامي له عبر شبكه قنوات بي سبور القطريه إنه يعلم جيدا أن المنافسة في إفريقيا صعبة، وأن افتكاك التتويجات هناك أصعب لمن يعني ويتسمن المنتخب الجزائري مستعد لرفع التحدي. عدنا اللعابة، وأكد قويري أن هدف المنتخب الوطني هو الذهاب بعيد وإلى أبعد محطة ممكنة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار وبلوغ نهائيات كأس العالم طبعا يعني بالطبعة تاع 2026 كوب دي موند. هذيك ما عرف ديجا رانا ديجا الناس صايك كيما كلام خليفي. هذه هي. وين أثنى أمين قويري على مسؤولين الفار يعني وين وقال إنهم أحسنوا ترحيب به ومساعدته على اندماج في بيت الخضر. هذه هي وين لعاب كيما هذا، انت عندك لعاب كيما هذا نخافو، انا نخاف انا من طوغو ونخافو، ما نخافش من طوغو ونخاف صاحبي، لعاب كيما هذا انا ما هذه هي يعني كلش يكون في كلش راه مليح دروك يعني بقات المستطيل الاخضر وتبادي انا مستطيل اخضر، ما عندناش اشكال، ما عندناش اشكال ما في المستطيل الاخضر، ما عندناش خاطش عندنا منتخب، عندنا لعابه عندنا، ما تخافش. ناس هذو لا مخايفين نقول لك ما تخافش، كان والو لافريكا. انا نقول لك راهم في مرحله بناء، ناس اللي بنات في 2019 وكلش راهي خوات 2022، راهم رانا في مرحله بناء، حنا رانا ملاح، هذا رانا سابقينهم. هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.